فكرة المشروع أني أكون براند جديد اللي هو فيم، ويكون إن شاء الله علامة تجارية وبراند عالمي. في البداية أنا عندي وايد مشاريع كنت ناوي أسويها، بس شفت أنسب مشروع أني أبتدي فيه الحين اللي هو هذا المشروع كبداية لي لمشاريعي الثانية. فيت فكرة أني أسوي هاي العلامة التجارية اللي هي فيم، وأبدأ بالشيء اللي أنا أحبه اللي هو السويت، هذا اسمه كريم بروليه. كنت دائماً لما أسافر خارج الدولة أطلب الكريم بروليه مع الكوفي، وتعلمت هاي الوصفة من شيف في لندن. كنت دائماً أقارن هالسويت اللي أسويه مع الأماكن الثانية اللي تسويه، لين ما وصلت لهذا المنتج. وكان تحدي بالنسبة لي كتقديم هذا المنتج للطلبات الخارجية، لين ما وصلت لفكرة تقديم هالمنتج بهاي الصورة. فيم هو مشروع قهوة مختصة مع السويتات المميزة، وهو الشيء اللي أنا متميز فيه الكريم بروليه. هالمنتج الناس حبته وايد، وفي كوفيات طلبت اني اعرضه عندهم. حاليا صار لي حوالي شهرين فاتح هذا الكوفي. الناس الحين تحب التصوير، فأنا ركزت أنه يكون كل جانب في المحل قابل للتصوير، وفي ناس تجيني بس عشان تصور المكان، تشوف الأثاث من وين، حتى يسألون الموظفين عندي منو اللي مصمم المكان. فيوم يقولونهم صاحب المكان واحد شاب يستغربون. أنا من صغري أحب الرسم والتصميم، فتصميم المحل والديكور والعلامة التجارية والبراندنج واللوجو كله كان من تصميمي أنا. وعندي الباريستا ماخذ ثاني أحسن كوفي آرت في السعودية، وفي ناس كثيرة حبت الكوفي بس عشان تي تصور الكوفي آرت. أنا أسوق المحل أكثر شيء عن طريق الإنستغرام. سبب نجاح المشروع تصميم الاسم والبراندنج. البراندنج فكرة المشروع، يعني كيف انت تقدم المنتج، كيف الناس تتقبل المنتج. مثلا الحين انا عندي كريم بروليه، كيف اطلعه باحسن صورة؟ يعني في ناس كثيرة ما تعرف شو يعني كريم بروليه، بس انا عندي هالمنتج الوحيد، ابى الناس تعرف شو هذا، أبغى الناس تجرب الكريم بروليه. إذا عرفوا شو الكريم بروليه وعرفوا اسم فيم وعيبهم الكريم بروليه وعيبهم الكوفي اللي عندي،
اكيد لما بنزل شيء ثاني بيوني مره ثانيه، واذا نزلت شيء ثالث بيوني مره ثالثه.